وقف والي ولاية قسنطينة على الأشغال نتاع النفق نتاع جبل الوحش، ونعرف بأنه هذا النفق اللي يأتي يعني يجي في المسار نتاع طريق السيارة الشرق غربي، اللي الأشغال راهي عارف تأخر كبير بسبب عدة مشاكل. إذا المشروع هذا يعني يقترب من النهاية نتاعو، ووقف عليه الوزير، وهنا نشوف أنه يعني على حسب الصور النفق هذا يقرب الاكتمال، وفي كذلك أشغال أخرى زارها والي ولاية قسنطينة فيما يخص محاول الزيادية اللي يعتبر واحد من ملحقات نتاع الجسر العملاق نتاع صالح باي، واللي يقع على الطريق المنفذ نتاع مدينة قسنطينة باتجاه طريق السيارة الشرق غرب، وعلى واللي يمر على حي الزيادية. إذا فيه أشغال نتاع ربط إذا المدينة، عدة منافذ نتاع المدينة تاع قسنطينة يعني باتجاه الطريق السيارة الشرق غرب. إذا مازال فيها بعض المشاريع اللي راهي مازالها جارية، وفيها كذلك أشغال نتاع يعني تعزيز الأساسات نتاع الجسر العملاق نتاع صالح باي بإنشاء يعني أسوار تاع إسناد لمير دو سوتانمون ونتاع لي كونفورتمون، وكذلك نتاع يعني تعزيز الأرضية حول الجسر هذا، وفي أشغال تاع ملحقات نتاع دي بروتال يعني للولوج إلى باتجاه الطريق السيارة الشرق غرب. إذا نخليكم تابعوا الفيديو نتاع الزيارة نتاع والي ولاية قسنطينة لهذه الأشغال، والسلام عليكم.